It is my high honor. إنه لشرف عظيم لي أن أكون بكل فخر نائباً لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب دونالد ترامب. الملياردير الأمريكي دونالد ترامب هو من اختاره الأمريكيون ليكون الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية، رئيس يقول عنه بعض المحللين إنه لا يملك أي خبرة سياسية، وقد أحدث انتخابه زلزالاً سياسياً غير مسبوق سينعكس تأثيره على الولايات المتحدة وعلى العالم حسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية. حملته الانتخابية أكدت عدم تعاطيه للسياسة سابقاً وركزت على تصميمه على مكافحة فساد النخب السياسية في واشنطن التي استنزفت البلاد حسب قوله، ووعد بأن يعيد إلى أمريكا عظمتها وقد كان شعار حملته، كما وعد بأن يحميها من الخارج. دونالد ترامب وفي كلمة ألقاها فور صدور النتيجة شكر هيلاري كلينتون وعائلتها السياسية ووعد بأن يكون رئيساً لجميع الأمريكيين. حان الوقت الآن كي تضمد أمريكا جراح الانقسام وأن نعمل معاً على جميع الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين، وعلى الجميع أقول إنه حان الوقت كي نكون شعباً متحداً. لدينا خطة اقتصادية عظيمة وسنضاعف النمو وندعم اقتصادنا ليكون الأقوى في كل مكان من العالم. رئيس من الحزب الجمهوري مثير للجدل ويعبر عن مواقف معادية للأجانب يربح السباق إلى البيت الأبيض بعد 8 سنوات على انتخاب الديمقراطي باراك أوباما رئيساً للبلاد. ومشاهدينا نعود ونذكر بأبرز ردود الأفعال. دونالد ترامب هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، موقع يجعله معادلة أساسية في السياسة الدولية، وهو الانتخاب الذي أثار ردود فعل المجتمع الدولي، والبداية كانت من الدول الحليفة. توقعت فوز هيلاري كلينتون مثل كثيرين. خلال الليلة قرأت تعليقات تصف الانتخابات بكونها تشبه البريكسيت. هناك موجة عبر العالم من الاحتجاج على السياسات الرسمية، وهي على الأرجح ما تم التعبير عنه من خلال هذه النتائج. الخارجية الفرنسية لها نفس الموقف ممزوجا بتفاؤل حذر. إنها الأنانية التي تنتصر، لكن الولايات المتحدة هي حليفتنا وفي كل التاريخ أثبتوا هذا. بطبيعة الحال نرغب في الاستمرار في العمل معهم لكن في وضوح. الموقف الأوروبي الرسمي قابله انتشاء من قيادات أحزاب أقصى اليمين. زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان نشرت تغريدة على تويتر هنأت فيها ترامب. روسيا من جانبها عبرت على لسان رئيس البرلمان الروسي الدوما عن إمكانية فتح حوار مع الرئيس الجديد بعد برود طبع علاقتها بواشنطن. أما إيران فقد دعت الرئيس الجديد إلى احترام الاتفاقيات الدولية في إشارة إلى ملفها النووي. ومن أنقرة إلى سيدني وعبر عدة عواصم عبر مسؤولون حكوميون عن رغبتهم في العمل إلى جانب الإدارة الأمريكية الجديدة. أما في منطقة الشرق الأوسط فقد أعلنت السلطة الفلسطينية عن جاهزيتها للتعامل مع ترامب في حال التزامه بحل الدولتين، بينما قال المكتب السياسي لحركة حماس إن الشعب الفلسطيني لا يعول كثيراً على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. مشاهدينا وصلنا إلى ختام